في انت واحد في حياتك مش قادر تتعامل معاه، ما تقوليش بقى ما هو اصل الاحسان مش نافع. يا عم انت عندك واحد خلاص انا موافق، شيله على جنب وكمل مع الستة مليار. فما تجيش بقى تخنق لي فكرة حسن الخلق اصل في واحد معقدك في حياتك. جنبه وكمل، تجاوزه وكمل، لان العقل بيقوم واقف. بس في واحد وحش، يا سلام، وانت كل اللي في حياتك دول هم الوحشين؟ لا خلاص مش موجود، بلوك على جنب وكمل احسان، وما تستناش حاجة من حد. انت اللي هتديني وانت اللي هتعوضني وهتديني احلى من اللي هم هيدهولي، انا واخد بزيادة. انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إننا نخاف من ربنا. أنا مستني من طرف ثالث. فكرة الطرف الثالث لا تتحقق إلا مع الإحسان لأنك شايفه. دي الفكرة. ننقل على اللي بعده. يبقى الفكرة نطلع بيها إيه؟ هننفذها إزاي؟ ده لسه. لكن دي الفكرة. فكرة إن أحلى عيشة وأقوى نفسية وأكتر حاجة تديك مدد نفسي وطاقة وتديك الحاجتين اللي بيحققوا الإنجاز، الدافع واستمرار الإعداد، الإحسان. وشوفوا بقى كرم ربنا إيه. كرم ربنا إنه ما بيحاسبكش على الإنجاز، بيحاسبك على الإحسان، وما وعدكش إنه حيديلك على الإنجاز. البشر بيتكلموا عن الإنجاز، ما قالش هل جزاء الإنجاز إلا الإحسان؟ لا، أصل ما حصلش نتيجة يا رب، ده في عالم البشر. طيب أحسنت؟ آه والله طلعت أحسن ما عندي خلاص. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ بصرف النظر عن النتائج، أنت واخد واخد. عشان كده تيجي قيمة الطرف الثالث، إنك بتتعامل مع الله. البشر طلعت نتيجة ولا ما طلعتش نتيجة، تترقى ولا ما تترقاش. الله سبحانه وتعالى أحسنت ولا لا بصرف النظر عن النتائج.